وسط أحضان الطبيعة في منطقة جحنين بولاية صلالة، أحمد الكثيري عنده مزرعة اليوم جايين نغطي مزرعته. بصراحة هالمزرعة أنا شفتها ولكن في زنجبار، مثل اللي شفته اليوم أنا ما شفته. مئات الأصناف من الفاكهة بتشوفونها اليوم في تغطيتنا. تعالوا معي. حي بالكثيري. السلام عليكم. كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يحفظكم. يا مرحبا وسهلا. مئات الأصناف من الفواكه في المزرعة، في مزرعة واحدة. نعم. مساحتها 10 فدان. 10 فدان. نعم. والثمار هذه، السؤال قبل أن نبدأ، من وين جبتها؟ من أماكن مختلفة، من دول مختلفة؟ جمعناها من كل بقاع الدنيا ما شاء الله. في 22 سنة نحن بنجمع في هذه المزرعة. اليوم تثبت لنا أن التربة العمانية صالحة لكل شيء. صالحة لكل شيء. نعم. بسم الله، توكلنا على الله. بسم الله. الآن تعالوا بسم الله بندخل لمزرعة هذا الباشر. الباشن فروت في المدخل في هذا على طول. انت على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي المزرعه، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. من وين ما تمشي ثمار، من وين ما تحط ريلك تحصل ثمار. لا تستعيلوا، تونا بدينا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. نبدا هني، هذا كلها في مزرعه هذا الريال. من زين بنبدا. اول حاجه عندكم الجاك فروت، لا وبعد طري هذا الجاك فروت اللي هي من هذا الشيء، من هذا حلو. وهذا عندنا اللي هو الاحمر، هذا فاكهه التنين اللي هي من نفس يا سلام عليك. وعندنا هني هذا ايه؟ هذا فاكهه التنين النوع الابيض. يا سلام عليك، يا سلام عليك. وعندنا الزيتون، هذا الجوافه. نعم. الجوافه. وهذه، وهذا البرتقال من انتاجنا من المزرعه. برتقال. نعم. يا سلام عليك، ما شاء الله. الفيفاي هذه ايش اسمها؟ هذه فاكهه النوني. نوني. اللي هي من الفواكه المعالجه يعني الدوائيه. سلام عليك. وهذه، هذا الجوافه الحمراء. الجوافه الحمراء. الجوافه الحمراء. سلام عليك، ان شاء الله عليك. ايش بعدني؟ وهذا ايش؟ وهذه افوكادو. الافوكادو. اي نعم. افوكادو هالكبر؟ عادوا في اكبر منه. يا سلام. وهذا ايش؟ هذا تفاح جاوة، النوع الاحمر. في نوعيه ابيض وفي هذا النوعيه وفي نوعيه ثانيه. وقالت لي النارجيل عندك كم نوع من جوز الهند؟ مش نوع، عندي 26 صنف من جوز الهند. من جوز الهند. سلام عليك. وقالت لي العسل ايضا، هذا من انتاجنا نحن. يا سلام. نحن عندنا انت ايش هالدعم اللي تحصله؟ الله يسلمك. ماشي دعم. الدعم لا بالله، هذا الاشياء بجهودنا الذاتيه. خل عنك ولا ريال. كل هالفواكه اللي العالم تتعنى لها للعالم، ماشي دعم من اي مكان، ماشي دعم. وهي موجوده وين؟ هي موجوده عندنا في البلد، هنا في صلالة. في صلالة. في نعم. اليوم انت رسالتك للمزارعين؟ رسالتي للمزارعين ان يكثروا من هذه الاصناف ويزرعوا، لان البلد فيها خير. واللي يقول ان تربتنا غير صالحه؟ عمان بلدنا فيها خير كثير. والتربه؟ والتربه صالحه، والمي متوفر، والامور كلها طيبه. سلام عليك، يا سلام عليك. وتشرف عليه بنفسك. كل شجره ما في. انزين احنا بناكل بنتفول. قلت لي بان الارض، الارض طيبه ذهب، اذا بتعبير اخر. أسألك سؤال. نعم. انا درت كل اكشاك النارجيل، بس نارجيل من داخل احمر اول مره اشوف. هذا نوعيه من النارجيل يسمى الملك. الملك. هذا من نوع من انواع النارجيل السريلانكي، هذا نوعيات نادره تحصل. زين اسمع، احنا بنتفول. تفضل. وبعد ما نتفول نبى نقطف بنفسنا. ما في مشكله. روحنا. اخاف تكون جايب انه من تايلاند ولا ما. لا لا لا، كل شيء على الطبيعه موجود. طبعا هذا الجاك فروت في الشمال عندنا يسمونه الفنس، وهنا يسمونه قوحلقن. قوحلقن. اما هذه الفاكهه النوني، فاكهه النوني هذه يستخدمونها الناس اللي عندهم، جان الله واياكم، اللي عندهم امراض الخبيثه. هذه عصير يعصروه ويشربوه. زين، فاكهه النوني، نسال الله ان يشافي ويعافي كل مريض. امين. الافوكادو، شوفوا الافوكادو كبر راسي، شوفوا شوف كيف شوف كبرها. ويقولكم ان عنده 6 انواع من الافوكادو. هذه الفاكهه الصحيه، حتى الناس اللي يسووا كيتو ويسووا مع دايت يقولوا لهم، يقولوا لهم عصير افوكادو. هذا يقول لك عنده نوع اكبر من راسي. الحين بروح تشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك له في مزرعته. اللهم بارك له في مزرعته. اللهم ابعد عنا الحساد والظلام والمتعديين. اللهم بارك له في مزرعته. الله يحفظك كثيري. جميعا ان شاء الله. من انت هنا؟ هنا كثيري. انت ايش تشتغل؟ الكثيري. نعم. الحين ما شاء الله تبارك الرحمن.
احنا الان نتمشى في المزرعه، السؤال ليش ما يكون عندك مشتل؟ الحين اذي فاكهه تنزرع وما شاء الله قاعد الحين احنا نمشي والثمار فوق والاشجار فوق، ما تترك مجال للناس اللي بتزرع. لا ان شاء الله باذن الله نحن في الطريق الى انشاء مشتل. انشاء مشتل وحيث الناس يو وياخذوا هذا كل في تكون في متناول الناس كله. ممتاز. بنبدا بسم الله كل شيء فريش. هذه فاكهه ستار فروت. شوف عينكم ذهب. عندك عندي الافوكادو النوع المكسيكي. هذا 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 اقطع 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 اقطع. الله عليك، هذا النوع المكسيكي. سلام. نوع متوسط يعني حجمه صغير شويه لكن لذيذ جدا. بس لك سؤال، ايش تستخدم من المبيدات وهذا الامور؟ لا لا على طول، ولا اي مبيدات ولا اي كيماويه، ما في ولا اي شيء من هذا الكلام. سبحان الله سبحان. نمشي يا جماعة، من وين ما نمشي هذا ليمون، من وين ما نمشي فاكهة، ولكن تعرف شوي الأرض شوية زلجة، نحاول أن نمشي شوي شوي. هين بنمشي بعدنا؟ ما بطيح يعني؟ لا بطيح. فاكهة الخشب. أي نعم فاكهة الخشب. بس الثور لها موسم. طبعا الآن في مجموعة فواكه لها موسم خاص. نعم كل وقت له. أشوف بعدني قاعد أشوف فاكهة هناك خالص كثير. أوه البرتقال ما شاء الله. شوفوا يا جماعة الخير، شجرة هني كله برتقال. اللهم لك الحمد. نوع من انواع الجريب فروت. هذا اسمها البوم البوملي. البوملي. شوف انت ايش كبرها. شوف ايش كبرها ما شاء الله تبارك. وفيها شوفوا كل مكان. شوفوا كلها 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 اين كبرها الوحدة. يعني هذه حامضة تكون؟ هذه بسم الله. حامض حلو. حامض حامض حلو. أيه. اليوم بطيح شكلي. بطيح. لا ما بطيح. ما شاء الله هذا الحين طاح شوفوا. هذا افوكادو مستوية. ايه حبة كبير. حبة كبير يا الله. شوفوا يا جماعة. الله يحفظك انا اقول لك كثير. الله يحفظك الله يحفظك. ثالث من الافوكادو حتى من فوقه ضعيف وينتفخ ينتفخ ينتفخ لين صدحة متفخ. شوفوا كل هذا كله كل هذا كل افوكادو. هذه القهوة اليمنية العديني. شوفوا هذه القهوة اليمنية. هذه القهوة المكسيكية. عندكم شجرة الكاكاو. هذه شجرة الكاكاو طلعوا منها. هذه شجرة التين العملاق. تيجي ايش كبرها؟ حبة هكذا. التين تين كبير. هذا شجرتها ضخم. هذه فاكهة الايج فروت، فاكهة البيض. ودنا نطلعها بس الساعة ما مستوية، دائما مستوية ما بنطلعها. فشجرة ما شاء الله عليها متروسة. ليش تستخدم الايج فروت؟ تستخدم حتى توكل بالمعلقة هكذا او تستخدم كعصير. عصير او انها بالملعقة؟ تاكلها سيدة. لها فوائد؟ ايه فوائدها كثير. بعدنا متواصلين. خلا هذه ثمرة الجوافة الحمراء. شوفوا متروسة. شوفوا هذه الجوافة الحمراء ما شاء الله كلها شجرة واحدة. وهذا أيضا شجرة أخرى من أشجار الجوافة الحمراء. نمنع عن هذه الشجرة، شجرة التين. التين الشوكي. هذا التين أكثر شيء يحب المناطق الحارة والمناطق الصحراء. بس غريب أنه موجود هنا. لكنه هنا موجود وأثبت وجوده. وهذا هو في ثمر موجود. وفي ثمر فعلا. نعم سبحان الله. هذا مش يا جماعة الآن بنثبت لكم التين الشوكي. هذا اطلعه اقطف ان شاء الله تبارك الرحمن. هذه الثمره امامكم. بطل شو بطل 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 بطل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه شجره العنب البرازيلي. شجره الهيل مغروسه على راس وادي يوم ثمرة تخربوها عيال الشياطين. هذه شجرة الهيل. تعالوا وهذه الثمرة الحين مستوي زهرة. زين يبالها إن شاء الله وقت وبعدين إن شاء الله راح تثمر. هذه عندكم شجرة الهيل هناك لو تشوفوا الففاي. أقلب الكاميرا هناك عندك الففاي والقرفة. والقرفة موجودة. أنا القرفة صور. خلاص تعال تعال معي تعال معي تعال معي تعال معي تعال مع القرفة. هذا ايش اسمه؟ الكيمكوات. نوع من انواع البرتقال. تاكله هو والقشره ماله. خل عنك سيدة على طول تاكله. اضرب. لا 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 لا, 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 لا. عندي حد محطنا. هذا ما مزغو. هذه يسمونها الفاكهه المعجزه. هذه فاكهه تاكلها بعد كم دقيقه؟ بعد نص ساعه كل شيء. بعد نص ساعه اي شيء تاكله حلو. لو عساك تاكل علقم بعد
على طول وانت تاكل يجيك حلو. سبحان الله فعلا انهى الفاكهه المعجزه. طبعا هذا نوع ايش؟ من نوع ايش؟ نوع من انواع التوت. التوت. وهذا الكركم، شوفوا حتى الكركم مزروع. هذا الزهره مال انجاز. هذا الكركم امامكم. اقطف لي من الجوافه. بيك بيك اول بجوافه. هذا جوافه يا جماعه. شوفوا ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله، لا دود ولا اي شيء. ها امامكم ما شاء الله. هذا المصري بصره. الحين بجيب لكم نوع من الافوكادو يسمونه الخياري. يقول لك الحين عاد خلص، هذا عاد، هذا ما تبقى، ما تبقى منه. شوفوا ما شاء الله، يقول لك يطول اكثر من كذي. هذا النوع الخياري، الافوكادو الخياري. برافو عليه. عاد عاد لا لا كفايه كفايه، ما اقدر ما اقدر ما اقدر. لا 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 برجع باكله كله كله. يا جماعه يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله، يعني يقول لك هذا اللي صورناه الآن موسمه، في منه موسمه بشهر 5 واللي بموسمه بشهر 10 واللي بموسمه بشهر 1، ولكن هذا فقط اللي صورناه الآن موسمه، فما بالك لما تجي لكل فاكهة موسم في موسم. الله أكبر. ما صورت شيء يا محمد انت. ايش تقول لي؟ ما صورت شيء. بعدني 10% يمكن بقدر. بس والله بعد. وقلت قلت في رز؟ عادوا فيه رز، عادوا فيه كثير من الاصناف. في شاي الشاي. الشاي. صورت كثير كثير من الامور انت ما صورتها. انت تعال يا اخي، نحن ما نسمح لك تروح حتى تصور. عادوا فيه مجموعه كبيره. هذا ايش؟ بعض الشيء هذا الفلفل الاسود. الفلفل الاسود. اي نعم. الفلفل الاسود. الفلفل الاسود. وبعد قلت لي ايش هناك رايحين؟ عادوا هنا اشجار العود. تعال. عود عود؟ العود. اللي بخروبه؟ ايوه. العود اللي تبخروبه؟ تبخروبه والقرنفل وكله. اوبو. هذه شجرة العود. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شجرة العود بس يحتاج لها وقت. لا يحتاج لها. في شجرة الصندل في الجانب الثاني. ان شاء الله. والله في اشجار كثيرة. الاشياء اللي موجودة تحت شوية انا صعب اني اروح لان الانسان عندي الديسك. خبرني. يا اخي عندنا هناك 25 صنف من المانجو. من ضمن هالمانجو الاسود. يلا ناد جدا. عندنا الليتشي، عندنا اللونجان هناك نوعيات جديده، عندنا كثير من اصناف النارجيل، عندنا شو اسمه غير العود، عندنا الصندل. زين انا الظهر عندي مروح. انا عندي الظهر، تسمح لي ارجع يا اخي؟ مزرعه الموز بعد. طب طب. عندنا مزرعه الموز. مزرعه الموز. الموز. مرثني. لا لا ماشي مرثني. طب طب ايش تنبه تنبه ما عنده مشتل. بعدين بعدين ما يعطيكم شجر من دون ثمار. هذا ها جوافة جاهزة. الجوافة جاهزة لمن أراد أن يأخذ مشتل. ها يأخذ الشجرة جاهزة أي ويزرعها عنده. وهذا العمال شغالين هني. الله عليهم ما شاء الله. السلام عليكم. منين بلاد أنتو؟ بنغلاديش. كم ناسو؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا مشتل بسيط، اللي يبى المانجو، اللي يبى الجوافة، اللي يبى ايش اللي يباه؟ المستعفر الافريقي. المستعفر الافريقي. والافوكادو. والافوكادو. ها؟ هذا مشتل. بنحط لكم الرقم التليفون واسالوه عن اي صنف انتم تبوه، بتلقوه ان شاء الله موجود معه. هذه شتلات صغيره مال الشاهي السيلاني. زرع ببيتك واقطف وعزم الضيوف. بس. وهذا ايش؟ هذا الجوافه الحمراء. الجوافه الحمراء. وهذا الافريقي. وهذا المستعفل الافريقي. اللي قدامك اشجار البن. وهذا اشجار البن يا جماعه. ما شاء الله. الريال ما زرع وصار حاسد، قال لا ازرع واخلي الناس تزرع. هذا الصح. هناك البن، اشجار البن. واشجار البن ايه ذاك؟ هذا هذا عندكم الخير كله ما شاء الله. روح تعال تعال معي. شوف هذه الفاكهه. ما شاء الله. هذه فاكهه الدراجون فروت. بس ماكل الطير. ماكل الطير. الطير ماكل لنا. شوف هذه فاكهة التنين. هذا ماكل الطير. شوف شوف فاكهة التنين ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم لك الحمد. اللهم تعالوا. قح الجن يسمونه هالصلالة. قح الجن اكو فوق فوق عن لا ياكلون اولاد الين. خليه بعد ما مستوي من يستوي بنتفه. انا موجود وين؟ وصلنا للبن العديني، البن اليمني. شوف شوف هذا هذا هو البن.
شوف الثمرة كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. لما يقولكم الريال أن مئات الأصناف موجودة في هذه المزرعة فحقيقة حاجة اللي نصوره ما مثل اللي تشوفه عندي. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا على مد البصر ها، هذا كله حقل الكركم، كله مزروع كركم. بعد الخلف هناك قدام عندكم ما شاء الله. وشوف الضباء الحك الحك الحك. تسألوني عن عمان، أنا اليوم في مكان مميز وبسألكم أنتم وين ذي المكان. هذه هي بلادي عمان.